مهندس شريف نجم، رئيس قسم التجارب والمعلومات الزراعية في كورتيفا. مبدئيا انا حبيت حب المزارعين ليك، وان هم بيسمعوك، وان انت بقالك هنا 3 ايام معاهم عشان الحصاد وعشان توريهم الفرق ما بين الزراعة المكثفة والزراعة العادية. برافو عليك بجد، تحياتي. يعني عايز منك التفاصيل، ازاي وصلنا بالارض دي او المساحة دي بالتكثيف ده بالانتاجية دي، وزودنا حوالي طن في الفدان، طن ذرة صفرة، وازاي ان الارض التانية اقل منها ودي 20,000 ودي 30,000 نبات. تفاصيل كاملة، ري، تسميد، معاملة زراعية، كل حاجة. في البداية خالص احنا دايما بنقول المزارع اول واهم خطوة عندك ان هي اختيار الهجين المناسب. اختيار الهجين المناسب هو ده البذرة اللي هتبني عليها كل الشغل اللي بعد كده. ده اول حاجة، ان احنا بنختار الهجين اللي يناسب الارض بتاعتنا والظروف بتاعتنا. بنبتدي نزرع على حسب احنا الهدف بتاعنا ايه من الزراعة. لو احنا هدفنا ان احنا بنزرع عشان حبوب او تنشيف زي اللي موجود عندنا هنا هو في الارض بتاعت النهاردة، بنزرع على 30,000 نبات في الفدان. لو احنا نزرع عشان سلاج بنزود الكثافة اكتر شوية، فممكن توصل ل 35,000 نبات. تجهيز الارض هو احنا هنا بدرجة كبيرة التجربة اللي احنا عاملينها، الهدف منها بنوري المزارع على الارض الواقع بالطريقة اللي هو بيزرعها فرق التكثيف بس هيعمل ايه. لو انا ضيقت المسافة ما بين الجورة والتانية تأثيره هيبقى عامل ازاي. بس احنا طبعا لما بنيجي نوصي بنوصي بان احنا مع التكثيف العالي نزود التسميد وخلينا المزارع يتعامل عادي. طيب سؤال الناس دايما بتسأله، اروي على كام يوم او الكلام ده كله؟ انا ما اقدرش افتي لاي حد او ادي نصيحة بعدد ايام محدد. كل واحد بقولها له كده باللفظ، انت مهندس ارضك. صحيح. انت اكتر واحد ادرى بالارض بتاعتك. بمعنى ايه؟ في اراضي فيها صرف جيد فالمياه ما بتقعدش فيها كتير، وفي اراضي تقيلة المياه بتقعد فيها مده اطول. فلو انا قلت مثلا اروي على 10 ايام يبقى انا بضحك عليه، لاني ما ينفعش هنا تبقى بتتروي زي هنا. فانا بنقول للمزارع اروي الري بتاعك اللي انت شايف انت اكتر واحد ادرى بارضك، وتقدر تنزل تجس التربه بتاعتك هتعرف اذا كانت محتاجه تتروي ولا لا. النقطه الثانيه بنقول له نظم فترات الري. يعني ايه نظم فترات الري؟ انت ادرى بارضك بتروي كل 7 ايام يبقى تروي كل 7 ايام، بتروي كل 10 ايام يبقى تروي كل 10 ايام، ما عدا فتره واحده مهمه قوي اللي هي فتره التزهير. وقت التزهير بقول لك قرب فترات الري شويه، مش عاوزين الارض يحصل لها جفاف في الفتره دي. ليه؟ علشان بيبقى فيه حبوب لقاح بتبقى نازله من النبات، ودي بتبقى حساسه جدا لدرجات الحراره العاليه اللي احنا طبعا مع الاحتباس الحراري بقينا نشوف درجات حراره فوق ال40 وبتستمر لمده طويله قوي. عشان حبوب اللقاح دي تفضل بحيويتها، لان لو درجة الحرارة ارتفعت عن 40 مع حبوب اللقاح دي بيحصل لها اجهاض، فيعمل لنا حاجة اسمها سنة عجوزة اللي هي بيبقى الكوز او القلاحة عليها 5-6 حبات. ده بيبقى نتيجة ايه؟ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مع عطش للنبات.